فكره هنا برضو يعني توظيف المهاجمين وينجات لكيراش شفناها كتير. طيب وفي اعتراض برضو كان عليها كتير ومن قبل اللاعبين حتى نفسهم، يعني ما احطك انت مهاجم احطك وينج برضو، يعني بتشوفها ازاي او شفتها ازاي دي؟ لا انا اشوفها ان كيراش مدرب، والمدرب عارف امكانيات اللاعبين، وهو اللي اختار اللاعبين مش اللاعبين فرضوا عليه الكلام ده. لو هو مدرب في نادي ابدا ان انا اقول له هو بيعمل ايه ده، لانه عنده هم 20 لعيب 25 مش هيقدر يغيرهم. يعني احنا عندنا سليماني في الاهلي هم ال 25 لعيب، لازم يشكل فكره ويشوف الطريقه اللي تناسب معاهم، مع البضاعه اللي عنده، مع اللعيبه اللي عنده. اما هو اللي اختار لعيبه فهو بيختارهم عشان في فكر معين عنده بينفذه. فان الناس تقول لا هو هيلاعب ده هنا ايه وهيوظف ده هنا ايه وهيلاعب اللعيب ده بالطريقه ايه، هو شايف اللعيب ده وجايبه لان هو الصوره عنده مش ماشي عندنا. ده كلام جميل، بس احنا كمان شفنا الاداء على الارض مش الافضل، يعني وهو اللاعب بيلعب في مركزه الاساسي افضل. ما هو حته المركز الاساسي دي في الكره الحديثه مش موجوده، لان هو لما اتولد شهاده الميلاد ما قلناش اسمه جميل كذا جميل تاريخ ميلاده كذا، بس مركز برضه مركزه يعني وسط ملعب. محمد شريف حضرتك شفته متالق افضل كمهاجم ولا كوينج؟ يعني خلينا هو بيحاول ان هو طبعا انا يعني اصل رايي هتقوليه بقوله احنا الاثنين هنتناقش فيه، لكن هو عنده فكر مش ان هو يلعب وينج، ممكن بيفكر ان هو ينجح في هذا المكان او بيستفيد بسرعته في هذا المكان او بيستفيز بمهارته، يعني مش عند مش عندنا ما احنا ما بنفكرش فيها مش. او هو يمكن بيفكر. حضرتك لبست انعكاس طيب لفكره ده من خلال الماتشات اللي فاتت في بعض المراكز وبعض المراكز لا، يعني انا يعني مش مين اللي ومين اللي لا، يعني هقول لحضرتك حاجه اتفضل. في خلال بدايه الدوري عندنا هناخد مثل كنادي اهلي موسيماني اكرم توفيق نجح فين؟ ظهير. طب ما هو موجود من السنه اللي فاتت ما تجربش، لكن هو بدا يبتكر ويفك. حمدي فتحي غير طريقه فاحتاج للعيب معين فجاء حطه في الحته دي فنجح فادى في النادي وتاخد في المنتخب على المستوى بس ده. بس مش ريسك يا كابتن فتحي، يعني ريسك شويه من ناحيه كيراش ان هو يجي يبدل شويه في يعني ماشي. لو احنا بنتكلم عن محمد شريف زمان ما هو كان بيلعب وينج زمان بس تألق لما بقى مهاجم صح. هو يمكن عايز يجربه تاني كويس، بس فكره ان انا اغير برضو مش ده ممكن يكون ريسك شويه من كيراش ولا هي ثقه؟ هي لا كرة القدم يعني بيبقى فيها مقامرة يعني مقامرة يعني مقامرة ان الواحد بيحاول يعمل حاجة ممكن يكسب بيها قوي، والمقامرة دي عايزة جرأة طبعا وعايزة ثقة في الله وفي النفس. بس هي هل في مساحة واحنا بنتكلم على منتخب وطني يبقى في مساحة للمقامرة؟ هنقول المقامرة دي في ايه؟ في حتة احنا قلنا ثلاث اهداف لهذه البطولة. تمام. نشوف لعيبة اعداد المنتخب للبطولة الافريقية الفوز بيها هيحقق له الهدف الاول اللي هو عايز يشوف لعيبه او يجرب حاجه معينه، هيجربها هنا مش هيجربها في بطوله افريقيا. واللي هيعمله في بطوله افريقيا مش هيعمله في كاس العالم، بحيث يروح ياخد ال 23 لعيب بعد هذا المشوار في تصفيات كاس العالم اللي هي المباراتين يبقى عنده الخلاصه، ما عندوش حجج، ما عندوش اي اسباب، هيكون جرب كل الحاجات اللي هو عملها دي. نظريه محترمه برضو.